كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. معك خالد مفتاح كاتب العام للجمعية الوطنية لوكالة الأسفار المغربية. نحن اليوم هنا أمام مقر وزارة السياحة مستنكرين بشدة رافضين للإقصاء الذي طال وكالة الأسفار من المخطط الاستعجالي الذي أعلنت عنه وزارة السياحة، مع الرغم أن مهنة وكالة الأسفار هي مهنة مقننة بظاهر شريف برخصة صادرة عن طريق وزارة السياحة، لكن للأسف بحكم الوزارة تتفرض علينا تمثيلية واحدة على الصعيد الوطني، وهذه التمثيلية هي الفيدرالية الوطنية لوكالة الأسفار. احنا لقينا واحد عدم تجاوب مع مكونات هذه الفيدرالية اللي ادت بنا الى الاقصاء من هذا المخطط، وحنا اليوم جايين باش نقولوا للسيدة الوزيرة احنا ماشي جايين باش نناقشوا الشرعية في التمثيليات. اسماء بن حيدة مديرة وكالة الأسفار بالدار البيضاء، احنا جينا هنا قدام وزارة السياحة كندوب القرارات المجحفة في حق وكالة الأسفار بعد ما صدرت قرارات الحكومة الخاصة بدعم القطاع السياحي بالمغرب، واللي تقصت منها وكالة الأسفار ما تعطاها حتى شي دعم. الفنادق والنقل السياحي عفوهم من سداد القروض بهذه السنة وأجلوه لهم حتى لسنة 2023، عفوهم من الفوائد البنكية ديال 2021، حنا ما تعطانا والو. الفنادق أعطوهم إعفاء من الضرائب سنة 2020 و2021، حنا ما تعطانا حتى شي حاجة. الفنادق زادوهم حتى بالدعم المالي، احنا تقصينا، احنا تهمشنا، احنا كنحسوا براسنا باننا خارج هذا القطاع، باننا ما عندنا حتى شي قيمه، مع علما اننا احنا الاطار الفعال والاكتيف اللي كاين في هذا القطاع السياحي، لاننا احنا اللي كنسافروا على الحساب ديالنا الخاص لي سالون انترناسيونو، وكنحاولوا نشهروا البلاد ديالنا، وكنديروا عقود مع شركات اجنبيه وكنجلبوهم جلبوا السياح والاجانب للمغرب، وكنستقبلوهم كنتكلفوا بهم من المطار الى المطار عند العوده. حنا اللي كنكونوا مسؤولين في حاله الا كان شي تقصير من جهه الفنادق، من جهه النقل السياحي، الا كان شي مشكل صحي، الا كان شي مشكل هنا في المغرب، حنا اللي كنكونوا مسؤولين. لا، ما كاين حتى شي رد بالنسبه للمطالب ديالنا، كنا دفعناهم للحكومه، قدمنا المطالب ديالنا لوزاره السياحه، ما استجبوش لنا، ما كاينش حوار، ما كاين. كنحاولوا باش نتصلوا بالوزاره باش يتناقشوا معنا ويقولوا لنا علاش حنا قصاونا من هذا الدعم، وما كاين حتى شي جواب. حنا دابا كنطالبوا رئيس الحكومه والوزيره المحترمه، وكنشدوا جلاله الملك نصره الله انه يتدخل، لاننا حنا راه تقهرنا بالديون، تقهرنا بالمشاكل اللي نهار على نهار كيتزادوا علينا. حنا على ابواب الافلاس، حنا راه هازين عائلات، حنا راه هازين شي غيله، كل اجونس راه هزه على الاقل خمسه ديال الافراد، وكل فرد راه عنده عائله مكلف بها. حنا كنناشدوا جلاله الملك باش يوقف من جهتنا، لان حنا مقاولات اللي كنحاولوا ننميو البلاد، وحنا دابا راه تقهرنا وحنا على ابواب الافلاس.